نادي قدماء مربيت 9 فريل ربي حننا على بعضنا ويدوم العشرة سنين مع بعضنا عديناهم هنا كان جات شنابر تتكلم تضحك مش عليك يا رجرج يا خويا. الو ناجي راني خذيت الكارت فيزيت نتاعك عند واحد ركبت له جبيرة عجبتني الجبيرة جاي عجب وحلو حلو تعملي جبيرة كان قدها عملي سوم خلينا نعمل زوج جبيرات ولا ثلاثة واحد هنا واحد هنا واحد هنا هلا عندي قاعدة نهار السبت هذايا هاني جايك حاضر الجيبس واضح نادي قدماء مربيت 9 فريل ربي حننا على بعضنا ويدوم العشرة سنين مع بعضنا عديناهم هنا كان جات شنابر تتكلم تضحك مش عليك يا رجرج يا خويا اوه بابا بخمسة وخميس خمسة وخميس على رجرج هنا الحبس كان المدخل متاعه من غادي بعد لا بحثونا ودكتيلو في المراكز يجيبونا هون من هناك كانت ساندي فكتيف فكتيو ومن غادي كانت بلاصه القف من هناك كانوا القفوف يدخل وين الحبس مشى والمرابيط مشات قاعد وهذوما عاملين نادي علاش عملوا نادي خاطر حنانا لبعضنا كلموا فيك منادي قدماء 9 فريل البريمة فينا عنده 40-50 قضية اختلي مناع ورجرش كتشت من الأول كان سجين صغير ما كانش يفهم في الإجرام مش قاري كان يتشد في انت على 100 فرنك قطة بسيسة قطة كذا كتعلم الكتيبة في الحبس على الشد نزل لبعدة تدليش شي كان يا بابا ضرب لي عشرة على عشرة والله يشكروا فيه عشرة على عشرة قالك عنا حبس غبال حتى من الكروفات ولا انقصت فيه الحبس شاي كبير مشينا نطلعوا على واحد يكون من صاحبي اش قالوا جاب صغار ويجهز شوية غلة اشني هي الغلة قالوا كيوي كيوي قالوا مش موجود في السوق قالوا موجود في الحبس وفما برشا حاجات اخرين موجودين في الحبس يا ابني قلت له عندي جمعة قال لي لا ما يدخلوكش ما عمل شيء كاش ما عمل شيء يحكموا بيا خرج واحد ندخل عندي شهر الاخر شهرين قال لي لا واضح الحكاية حكاية تفرز ولات واحد شيخ في الحبس واحد مسايف في الشارع نستو فرحانين حبس تنحى فريمون شي ياسف كان حبس مريقل تنحى استغفر الله العظيم يا ربي غريب على تنحى لست تودري جاي شتاء وعيد ميلاد الدونكا في بالي نعمل ضربه ظريف وندخل عليه نعيد له عيد ميلاد قالوا لي الحبس تنحى في فرنسا انا عملت ربطيه ب 40 يوم تسال فين المرابط الفرنسيس وين حبسكم وين تتعدي اوقات فراغ قلت لهم انا غارب الحبس تنحى حشمت نحس الدنيا قلنا قبل عيتني اليوم تنحيوها حبس جديد 9 فريل غدوة ناحي الرومي بعد غدوة ناحي متاع برج العامري بعد تاع بنزرت غريبة فاش
كي واحد يعمل عمله ونمشي عليه على تنحى الحبس كانك هتاوي تعملوا هكا ما لابدوش تنحيه كملوا نحيوا المراكز مش مازال فيها نحيتوا الضرب سكيتني استاذ فؤاد يدخل المركز دي شيخ ينصب ياكل ضربات منه ومنها يتفرهد ولد ما عادش قريب عاد يجيبوا له فطور وعشاه علاه على تحيوا الحبس السيف هذا ومش نعديه وش تجي عيب راه كمان